وهات الجواب. اكيد شفنا هالكاركتر ناجي، نباك تقلد شخصيه من الشخصيات او تقلد عبد الله زيد في المسلسل. حبك امر لا عبد الله، عبد الله زيد مو انا اللي قلده، اللي قلده جمال. ابغى ابري عمري. لا لا نبى شيء زين. ليش هو ما يقلد؟ يقلد منو يعني؟ هو يقلد بلال. شو؟ لا خلي قلدك. لا لا بس نحن متعودين. انت ملك التقليد ناجي. لا بس انا بكلمه بقول ناجي ما شاء الله يعني ملك التقليد. لا يا لسه شيء وايد وايد يعني رسمي. انا قلت شوي بيقول في الحقيقه والواقع. لا نعرف ناجي راح سوالف يعني. لا لا عزيز ناجي تعرف ايام عيد شوي. عيد ناجي ونبغى تقلد صراحه، نبغى نضحك شوي. والله شوف انا بقول لك شغله، نبغى نسمع ما نبغى. زين لحظه، هي مساله المكياج يساعد في الشغل زين، لكن نحن بنعرف من الحركات المعينه اللي انت بتسويها. الصوت بعد يلعب. شحفان قلدنا شو سوينا؟ لا قلد لنا شيء. قلد ونحن بنقول عاد النوم. اثنين ثلاث بس هذا الصوت. على فكره هو التقليد في ممثلين قاعدين على هالتقليد. نعم. ولكن في اشكاليه انه لما تجي طبيعي تساله تقول له قلد ما يقدر. صحيح لازم تتقمص شخصيه والميك اب وكل شيء يكون جاهز. الميك اب يساعدك. نعم. وكل هالاشياء تساعد انك تقدم الشخصيه اللي بتقلدها. اما يعني هذا الميك اب يمكن يعطيك 50% من الشخصيه. صح. تحس نفسك انك انت نفس الشخص. نعم تتقمصها. تتقمص الشخصيه. نعم. اكثر. فمن كذي يساعد الميك اب، الملابس، هذه كلها تساعد في 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 يعني زي. للشخصيه نفسها. نعم. فنان عبد الله بلال عبد الله طبعا سويت كاميرا خفيه، ملك انت الكاميرا الخفيه، اذا هو ملك وايد اجزاء اجزاء سويت. ايش كثر سويت وايش كثر ان هالشيء ممكن انه ساعدك اكثر في خوض مجال التمثيل، يعني قدراتك التمثيليه؟ لا ما ساعد شيء مختلف تماما. انا في الاساس ممثل مسرحي. اي تخرجت وتعلمت واستفدت من اساتذه موجودين في الساحه واللي رحلوا طبعا. طبعا عبد الله زيد يبغى يضحك الحين. هذا بدا بدا اوريدي ما يحتاج. زين تمثيل الكاميرا الخفيه كان في بدايات القناه سمة دبي طالعوا وطلبوا انه يبون ممثل يسوي المقالب. فساروا عند احمد الانصاري الله يذكره بخير. قال الانصاري انا ما اقدر، بس اذا تبون واحد يسوي مقالب يبو ابو احس من بلال عبد الله. نعم. وانا مجال التمثيل يعني وعندي مسلسلات سابقه وهذا. نعم. وصرت سويت المقالب واستمتعت فيها الفتره بس هذه. بس وايد بلال كم حلقه تقريبا انت سويت؟ سويت 5 اجزاء وبعدين توقفت. وكل جزء 30 حلقه؟ كل جزء 30 حلقه ما شاء الله. وماكير مختص. الان وقفت لان اساسا ما في شيء جديد. نعم. زين وبعدين بعدني عن الدراما. واللي هو حبي للتمثيل وهذا. تعرضت لاي مشاكل خلال؟ طبعا وايد. مثل شو؟ ضربة. مشكله مش تعالي تعالي عالقه في بالك. مثلا انت تخيلي الحين انت جالسه وانا اشيل ويلبان واضربك. اوف ها كامل منو؟ وايدين يعني في صار لي نزيف مرات ومره واحد يعني اتذكر ما شاء الله عليه. الله يجزاه الله خير. نعم في عافيه. فرحان ابو زيد يعني. كان يزخني اقول لك بي. كان اقول له يا اخوي الكاميرا خفيه. قال يا رب انا ما بحب هاي الكاميرا ويشيل بعد يضربني مره ثانيه. ففعلا ضرب ضرب مش هين يعني مش تمثيل يعني مثلا انا ما اضرب من الشباب تمثيل نوع يعني نوع. سالفه الخيزران الحين مو فاهم التمثيل ولا مش تمثيل؟ لا تمثيل بس يعني مو من الخاطر مو من الخاطر. الاحساس حقيقي. نعم الاحساس حقيقي. لا والله لا والله صدق صدق يضرب؟ ها صدق يضرب؟ يا رجل لا 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 انا اعرفه يعني اشتغلت وياه في مسرحيه صدق يضرب. اروح الفندق افسخ ملابسي زين حمار وحشي مخططني والله دائما ها. بعدين بعدين صار موقف ويا بلال. أيه؟ هذا موقف يعني. نعم. هذا الانسان عايش حياته كلها كاميرا خفيه حتى ما عندنا نحن. انزين روحه حلوه روحه حلوه. ايه كان 16 17 دائما مبتسم دائما شر دائما دائما. فمره كنا قاعدين يعني اثناء التصوير رحنا نريح شوي من الشمس فشفته يتكلم تليفون فيبكي. زين زين فانا استغفر الله بقول لك شيء لك انتبه زين لا فشفته يبكي حقيقه يعني قاعد يبكي
شيء غريب. فانا استوقفني الموضوع. حلو استوقفني هذا. فتميت قاعد اتفرج اشوفه يعني هو قاعد فيمسح شو اسمه دموعه. ايه فدخلنا الان بجد يعني مش فانا قلت خير ان شاء الله. فكانت الوالده الله يعطيها الصحه والعافيه ان شاء الله خارج الدوله تتعالج. فوصل الخبر انه يعني خبر علاج او ما شاء فبدا يدمع. فانا واجب اني اواسيه الان. صحيح. ايه فرحت جنبه يعني وانا الحين ابغى اواسيه ما راكبه يعني انا مبتسم. نعم. فحضنته قلت يا اخوي بلال ما علي هذا امر الله سبحانه وتعالى ويعني ولا انت بروحك الحين تبغى تضحك. فقال لي كذاب وخلني مهمل. جميل الله يديمك. الله يعطيكم العافيه. اكيد الله يعطيكم العافيه. الحمد لله يعني لما عرفت خبر مرض الوالده الله يعافيها على طول جاني اتصال من مكتب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ابو المنعم الهاشمي الله يذكره بالخير. قال الشيوخ امرونا على طول تطلع الوالده لخارج الدوله تتعالج والحمد لله استوصلوا الورم اللي كان فيها ورجعنا بالسلامه من المانيا. الحمد لله تستحق السلامه. اكيد يا شيخنا ما يقصر في كل المواقف. نحن راح نرجع لسرايا عابدين وقصص سرايا عابدين والاستاذ نبيل اكيد له فضول يعرف ونحن كلنا له فضول نبغى نعرف بعض اسرار مسلسل سرايا عابدين. بس قبل ناخذ هذه الاسرار اكيد راح نسمع صوت بلبل الخليج. نبيل شعيب.